الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا الدرس الجديد، وسأساعدكم اليوم في قراءة النص الثاني من كتابكم وفهمه، وعنوانه أسرتي. أولاً أقرأ لكم النص ثم أشرحه لكم. أيها الأصدقاء، تعالوا معي، استمعوا إلى قراءة النص بعناية. الدرس الثاني أسرتي. اسمي يوسف وعمري 12 سنة. أنا أعيش في أسرة تتكون من أبي وأمي وأختي وجدي وجدتي. يعمل أبي موظفا في شركة، وتعمل أمي مدرسة في المدرسة الثانوية. أنا طالب في الصف السابع الثانوي، وأما أختي فعمرها 10 سنوات، وهي تدرس في المدرسة الابتدائية. والدنا يعطف علينا ويعمل ليلا ونهارا ليوفر لنا الطعام والشراب واللباس والسكن، ويرسلنا إلى المدرسة لنتعلم وننجح في حياتنا. والدتنا تعتني بنظافة جسمنا وثيابنا، وهي لا تنام إذا مرضنا، وتقدم إلينا كل ما نحتاج إليه، وهي تتابعنا في دروسنا وتشجعنا على القراءة المفيدة لنكون من المتفوقين. فتفخر بنا أسرتنا مثلما نفخر بها. ربانا والدانا على الصدق والأمانة، وعلمانا أن نحترم الكبير ونعطف على الصغير، ونساعد المحتاج، ونجتهد في دراستنا، ونمارس بعض الهوايات التي نحبها كالرياضة والرسم والمطالعة. نحن أسرة يجمعنا الحب والتعاون، وأنا فرح ومسرور لأنني فرد من أفراد هذه الأسرة، وأتمنى لكل طفل أن يعيش سعيدا في أسرة يجد فيها الحنان والأمان. الآن أشرح لكم النص، فانتبهوا إلى الشرح بعناية. هذه أسرة يوسف. اسم الولد يوسف. عمر يوسف 12 سنة. أفراد أسرة يوسف. الأسرة تتكون من الجد والجدة
والأب والأم والابن اسمه يوسف والابنة وهي أخت يوسف. يعمل الأب موظفا في الشركة. تعمل الأم معلمة في المدرسة الثانوية. يوسف طالب في الصف السابع الثانوي. أخت يوسف عمرها 10 سنوات وهي تدرس في المدرسة الابتدائية. يعطف الوالد على يوسف وأخته. يعطف بمعنى يرحم. يرحم الوالد على يوسف وأخته. يعمل الأب ليلا ونهارا. لماذا يعمل الأب ليلا ونهارا؟ أولا ليوفر، بمعنى ليعطي. ليوفر ليوسف وأخته الطعام والشراب واللباس والسكن. لماذا يعمل الأب ليلا ونهارا؟ ثانيا ليرسل يوسف وأخته إلى المدرسة. لماذا يرسل الأب يوسف وأخته إلى المدرسة؟ للتعلم والنجاح في حياتهما. تعتني بي، معنى هذه الكلمة تهتم بي. تعتني الأم بنظافة الجسم والثياب. لا تنام الأم إذا مرض يوسف وأخته. تقدم الأم إلى يوسف وأخته ما يحتاجان إليه. تتابع الأم يوسف وأخته في الدروس. ومعنى تتابع تساعد، فتساعد الأم يوسف وأخته في الدروس. تشجع الأم يوسف وأخته على القراءة المفيدة. لماذا تشجع الأم يوسف وأخته على القراءة المفيدة؟ ليكونا من المتفوقين. فتفخر الأسرة بيوسف وأخته، ويفخر يوسف
وأخته بالأسرة. ربى الوالدان ابنهما يوسف وابنتهما على الصدق والأمانة واحترام الكبير والعطف على الصغير ومساعدة المحتاج والاجتهاد في المدرسة وممارسة الهوايات. الحب والتعاون يجمعان أسرة يوسف. يوسف فرح ومسرور. ولماذا يوسف فرح ومسرور؟ لأنه فرد من أفراد هذه الأسرة. يتمنى يوسف لكل طفل أن يعيش سعيدا في أسرة يجد فيها الحنان والأمان. أيها الطلاب، تعالوا معي الآن إلى حل بعض التدريبات. ضع علامة صحي أو خطأ في المربع ثم صحح الخطأ. عمر أخت يوسف 12 سنة. والجواب نعم، خطأ. والجملة الصحيحة هي عمر أخت يوسف 10 سنوات. يعطف الأب على يوسف وأخته. وما الجواب أيها الطلاب؟ نعم، الجواب صحيح، أحسنتم. لا تنام الأم إذا مرض يوسف وأخته. والجواب ما شاء الله، أحسنتم، صحيح. يمارس يوسف وأخته بعض الهوايات. والجواب نعم، صحيح. يوسف حزين لأنه فرد من أفراد هذه الأسرة. وما الجواب؟ نعم، الجواب خطأ. والجملة الصحيحة هي يوسف فرح ومسرور لأنه فرد من أفراد هذه الأسرة. أحباء الطلاب، أشكركم شكرا جزيلا على حسن انتباهكم، وأرجو أنكم قد فهمتم الدرس. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.